النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم صارت أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة، تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت، وأيضا منطقة العقبة. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو السطحية. يوم الثلاثاء صارت أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة في مناطق الأغوار، البحر الميت، والعقبة. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسوء الطقس معتدل إلى دافئ في بعض المناطق، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا مع ساعات نهار يوم الأربعاء. يعود الطقس ليصبح حار نسبيا في المرتفعات الجبلية، حار إلى شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. خلال ساعات الليل تعود درجات الحرارة أيضا للانخفاض ليسوء الطقس معتدل إلى دافئ في بعض المناطق. يوم الخميس لا تغيير الحالة الجوية، توقع أن يستمر الطقس حار نسبيا في المناطق الجبلية خلال ساعات النهار نتحدث هنا. أما في المناطق المنخفضة، منطقة الأغوار، البحر الميت، والعقبة، أيضا تستمر الأجواء الشديدة الحرارة، درجات الحرارة تكون أربعينية بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام، دافئة إلى معتدلة، 23 درجة مئوية كحرارة مقاسة، الملموسة 23، الرطوبة معتدلة حوالي 80%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة أسرع. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 23. يوم الخميس أجواء حارة نسبيا 32 إلى 23، ويوم الجمعة 33 إلى 24 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة بشكل عام، المفرق 37 إلى 24، إربد 35 إلى 23، جرش 36 إلى 25، وعجلون طقس صافي 33 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة بشكل عام، الزرقاء 37 إلى 26، عمان 34 إلى 23، البلقاء 34 إلى 24، مأدبة 35 إلى 23، والبحر الميت أجواء شديدة الحرارة 40 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك طقس صافي 33 إلى 23، الطفيلة أيضا نفس الأجواء والحرارات، الشوبك 30 إلى 21، معان طقس حار 38 إلى 24، والعقبة طقس شديد الحرارة 42 إلى 31 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 40 إلى 26، الصفاوي 41 إلى 26، ورويشد أجواء شديدة الحرارة 42 إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.